إسراء النجار لم يمنعها ضعف بصرها من تحقيق حلمها باقتياد الجياد لتتجاوز خوفها من الحيوانات والتحديات الأخرى أيضا، وتصبح في النهاية بطلة مصر في الفروسية. نتعرف على قصتها. النجاح بالنسبة لي إن أنا أحقق حاجة ما تحققتش قبل كده. حد مثلا قالك لا انت مش هتقدر تعملها، حاجة مش متوقعة، يعني مش عادية. انا اسمي اسراء فرج النجار، عندي 23 سنة، انا خريجة كلية ألسن قسم ايطالي. اتولدت عندي ضعف شديد في النظر، هو ده نتيجة من بابا وماما قريب، فاحنا دوت وراثة. يعني عملت عمليات كتير جدا، يعني انا اول عملية عملتها وكان عندي 40 يوم استقريت على نظري، اللي هو انا دلوقتي انا عندي عين مش بشوف بيها خالص، والتانية بشوف منها يعني ربع بس. من وانا صغيره كنت عايشه بره مصر لحد ثانويه عامه، ما حسيتش باي يعني تنمر او حد بيحسسك بفرق. حسيت بيه لما نزلت هنا في الكليه، تعامل الناس معاك في الشارع، في انت بتتعامل مع اي حد، ان انت مش تقدر تعمل اي حاجه، اي حد يشوفك لا تعالي حبيبتي اقعدي، لا ما تقفيش، لا ما تشيليش. طبعا الموضوع ده كان بيضايقني. يا جماعه انا طبيعيه جدا وبقدر امشي واتكلم واروح واجي واعمل كل حاجه. عندي ضعف شديد في النظر، ليه تحس ان انا عندي اعاقه في ايديا او في رجليا؟ هي من نفسها هي داخليا عندها تحدي ان هي عايزه تبقى حاجه، شخصيتها قويه جدا، ما بتستسلمش بسهوله، حته النظر بتبقى اختبار شديد شويه، لكن هي تحدت هذه المصاعب، وفي نفس الوقت هي داخليا حاسه ان هي ما عندهاش حاجه اقل من الاخرين. حد قال لي انت ليه تعبه نفسك في التعليم، وانت بعد ما تخلصي مش هيبقى ليكي لازمه وتقعدي في البيت. فده كان موقف يعني ضايقني جدا وفعلا اثر فيا واحبطني قوي. كان بالنسبه لي تحدي، ما دام انتوا بتقولوا لي لا مش هتقدري تعملي حاجه، لا انا هقدر. كان نفسي من زمان قوي من وانا صغيره ان انا اركب حصان. كانت اول مره اركب حصان او اشوفه، يعني كان عندي 19 سنه، على الرغم ان انا اصلا كنت ببقى ساعتها خايفه من اي حاجه، من اي حيوان قدامي، لان انا ما كنتش ببقى عارفه هو شكله ايه، يعني حاجه بتتحرك قدامي كده فانا ببقى خايفه منها. بس الحصان شدني انه حاجه مختلفه، ان انت هتركب عليها وتمشي بيها. كان بابا وماما خايفين عليا، قعدوا يقولوا لي لا وكده، بس انا قلت لهم لا، يعني الموضوع يعني خلاني اللي هو لا انا عايزه اروح، عايزه اركب، عايزة أشوف. الموضوع بتاع إسراء مش موجود، ملوش عندي ريفرنس، مفيش هنا في مصر ولا في الوطن العربي في حالة دي موجودة. فعشان أعرف أشتغل مع إسراء وأعرف أديها الأوامر بتاعتها، أنا غمضت عيني وركبت الحصان وبدأت أتمرن أنا لوحدي عشان أعرف إحساس إسراء إيه بالظبط، عشان لما أجي أنا أدي لها الأوامر أو أدي لها التعليمات أبقى عارف أنا بتكلمها إزاي وهي إحساسها عامل إزاي. الكلام ده كله خلى ما بيننا ثقة، زي ما بيقولوا بقى الثقة العمياء، لأن هي ادتني عينيها فبقيت أنا عينيها، وبقى الحصان بتاعنا
كمان عينيها. اللي الناس بتشوفه في البطولات وفي اللي هو بيقعد مثلا دقيقه او اقل، الموضوع صعب جدا. الموضوع خد مننا سنين عشان نشتغل عليه، الموضوع خد مننا وقعات وخد مننا بهدله وخد مننا شغل كتير قوي من اسراء وخد مننا عزيمه. كملي لسه عندي هدف. هي مالك يلا بينا 1 2 اب. شاركت في بطولات وديه في الاول لحد ما تسجلت في الاتحاد المصري للفروسيه، ودلوقتي دخلت المبتدئين. شاركت في 4 بطولات والحمد لله انا بتقدم. يعني الاول كنت بجيب تايم كبير، ويعني اخر بطوله عملت فيها كويس كنت جايبه 80 ثانيه. البطولات بالنسبه لي كان في الاول لما كنت بدخل كنت ببقى قلقانه وخايفه، بس بعد كده مره على التانيه لا انا حبيت الموضوع وحبيت البطولات جدا، وبقيت بجهز لها من هنا من الاكاديميه، وبحب ان انا اشارك في البطولات. وان شاء الله ناويه يعني اكمل لحد ما يعني ادخل حاجه برا مصر ان شاء الله. كل واحد في حياته يدور على حلم ويسعى له، ما تعيش حياتك يعني تعدي كده وخلاص. لازم ان انت تدور على حاجه وتنجح فيها وتفضل وراها حتى لو واجهت فيها اي صعوبات. ولو حد قالك لا مش هتقدر، قوله انت بكره لما تشوف نجاحي ده هيبقى رد عليك. حلمي ان انا اوصل للعالميه واحقق حاجه ما حدش وصل لها. ان شاء الله ابقى اول واحده عندها ضعف شديد في النظر وفارسه، واشرف مصر ان شاء الله.